رابعة صباحا في القاهرة، ثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخبارياتكم عبر شاشة إكسترا نيوز، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جزر القمر غزالي عثماني، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصرة وثيقة. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تطرق أيضا للأوضاع في القارة الأفريقية في ضوء رئاسة جزر القمر للاتحاد الأفريقي، حيث أكد الرئيس السيسي تقدير مصر للرئاسة القمرية للاتحاد وما شهدته من نشاط. ناقش الزعيمان أيضا جهود إحلال السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة وصون وحدة وسيادة دولها على النحو الذي يحقق المصالح العليا لشعوبها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وخلال استقباله وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الأمريكي. شدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات المعتمدة. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أيضا أن الرئيس السيسي شدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة. كما أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة لما في ذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أشار الرئيس السيسي أيضا أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع. من جانبه أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة والكونغرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك إدراكا لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. كما أشاد أعضاء الوفد الأمريكي بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة عملت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي على توجيه الدعم إلى مستحقيه، وعملت على ترشيد منظومة المواد البترولية وهيكلة لتعرفة الكهرباء. وخلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لمستحقيه. أكد مدبولي أيضا أن الأزمات العالمية ضغطت على الاقتصاد المصري، ومشيرا إلى أن الدولة تحملت الكثير من الأعباء عن المواطنين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية. لذلك استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل في وسط وجنوب قطاع غزة. وشن الاحتلال غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة آخرين نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح، كما أصيب عشرات النازحين بجروح من بينهم جروح خطيرة داخل مدرسة في مخيم البريدج إثر استهداف طائرات الاحتلال لمحيطها. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل القصف المدفعي لعدة منازل وأماكن في المنطقة المحيطة لمشفى الأمل وكذا مقر الجمعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاستهداف المدفعي العنيف يتزايد في محيط مشفى الأمل على بعد أقل من 100 متر عن مبنى المشفى.
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا على قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن عدوانها على قطاع غزة يومي 11 وكذا 12 من يناير الجاري. كانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن قوات الاحتلال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية تمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 خلال عدوانها الغاشم على فلسطين. ختام الرابعة لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.